بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحكي على discharge planning. طبعا اللي ما حضروا معنا الويبينار الماضي يمكن ما بيعرفوا هذا الموضوع, بس نحن الوركشوب اللي عملناه الأسبوع الماضي كان لازم بيتضمن هذا discharge planning, وما تيسر الموضوع فقلنا نحكي عنه بهي الأسبوع. طبعا discharge planning هذا كتير شغلة مهمة بالنسبة للinterns اللي جايين هلأ على residency, واللي راح يبلشوا residency هلأ على الأسابيع الجاية. راح تشوفوا هذا الشيء on a daily basis, كل يوم راح تشوفوا هذا الموضوع, لأنه كل يوم راح يكون في عندكم discharge, وكل يوم راح يكون في عندكم مرضى راح بدكم تعملوا لهم هدول discharge plans, وراح يسألوكم عنهم الattendings, لأنه هي part of the assessment and plan. انه بالنهايه اخر شيء لازم تذكر انه شو هو الديسبوزيشن, يعني انت وين هذا المريض بدك تبعته بالاخير, بدك تخليه بالمشفى, بدك تبعته على الاي سي يو, بدك تبعته على البيت, بدك تبعته لريهاب, يعني وين ما بدك تبعته ممكن تبعته, بس بدك تعرف انه شو هو المكان الصح. بالنسبه لل اول حاله, خلينا نبدا بحاله ومن خلالها نحن راح نمشي بهالموضوع. Mr. Johnson. Mr. Johnson, he's a retired veteran who lives with his wife and two children. He has been treated in the last 5 days for CHF exacerbation, and you are planning to discharge him today after his breathing and swelling in the legs improved significantly. He is 72 years old, and he was able to perform daily activities before this admission. يعني المريض ما كان فيه شيء قبل ما يجي على المشفى, كان يعني ممكن يمشي بالبيت, ممكن بيتحرك, بيهتم بحاله, can take care of himself, بيعتني بحاله, ما في مشكلة. بس لما دخل المشفى, يعني now he is still having difficulty to ambulate, يعني ما بيقدر يتحرك منيح, and still needs assistance للdaily activities. فأنت بتقول له والله بدنا نبعتك للبيت يا مستر جونسون, فهو بيقول لك doc, before I came here to the hospital I was able to walk, now I cannot, and I still need a lot of help. فأنت طبعا your response will be like this, إنه شو بدي أعمل لك يعني, what should I do. فطبعا ما لازم يكون هيك ال response تبعك إذا حضران هاي المحاضرة discharge planning. إذا حضران هاي المحاضرة رح نعرف إنه how to arrange for a safe discharge, لأنه في قانون هون بأمريكا إنه ما بيصير أنت تبعت مريض على البيت إذا ما كان هو safe discharge. شو يعني safe discharge؟ إنه لازم المريض إذا راح على البيت راح يكون في continuity of care, يعني هو راح يقدر يروح يهتم بحاله, أو يقدر هو يعتني بحاله, أو حدا راح يعتني فيه. فلازم يكون روحته على البيت أو روحته للمكان اللي أنت عم تبعته فيه, تبعته عليه, هو روحه safe, ما إنه والله بيروح على البيت بيلاقي حاله والله ما بيقدر يتحرك, ما بيقدر يعمل شيء, فبيصير بيتصل بال 911 وبيبعتوه مرة تانية على الER, وبعتوه مرة تانية على البيت, لأنه فيه real reliability يعني عليك وعلى المشفى. فالبروسيس دائما لسيف ديسشارج هي عبارة عن ask, communicate و discuss. كيف؟ خلينا نبلش بأول وحدة, ask. شو يعني ask؟ ask يعني لازم تسأل المريض قبل بيوم أو قبل بيومين من الديسشارج, لازم تبلش أنت you have to anticipate إنه والله I'm planning to discharge the patient. فإذا حاطط ببالي إنه أبعت المريض قبل يوم يومين من يوم الديسشارج الحقيقي, فبدي أسأله بقول له أنت عم تأكل؟ مو الهدف إنه هو عم يأكل بس ولا لا, الهدف إنه مين عم يطعميه, هو عم يأكل لحاله ولا عم يحتاج لحدا عم بيساعده يطعميه. هاي شغلة كتير مهمة, بلكي المريض مثلا ما بيقدر يأكل لحاله, بده حدا يطعميه, وإذا راح على البيت وما في حدا يطعميه معناته ما راح يأكل. طيب معقول انت تبعت واحد على البيت وهو ما راح يقدر ياكل, مين طيب راح يطعمه؟ معناته راح يموت من الجوع. ف this is not a safe discharge. Ambulating, انت بتقدر تروح على الباثروم, بتقدر تروح مثلا والله تشتري خضره, بتقدر تروح تطبخ, بتقدر مثلا كمان كليننج, بتقدر تنظف حالك, بتقدر تتحمم. هدول الشغلات لازم تساله للمريض, هي يمكن ما بيعلموكم اياها بالميديكال سكول ولا بيعلموكم اياها باي مكان, بس هي راح تتعلم من الاكسبيرينس, لانه هي شغلات واقعيه practical.
فأنت بدك تسأله للمريض إنه مين عم بيحممك، أنت عم تهتم بحالك ولا لا؟ أنت بتسأله إذا أنت رحت على البيت مين رح مثلا يجهز لك أكلك، مين رح يدفع فواتيرك، مين رح مثلا إذا بدك تمشي بتقدر تمشي مثلا من هون للباثروم، بتقدر تمشي من هون لبيت جيرانك، بتقدر تتصل تليفون، كل هدول الأمور يعني هي كلها بتتعلق بالسيف discharge. وكمان بدك تسأل عن social support، انت اذا رحت على البيت رح تكون لحالك ولا في حدا رح يساعدك؟ وحتى هذا اللي رح يساعدك يعني مثلا ممكن المريض يكون عمره 85 سنة ومرته عمره كمان 80 سنة، مرته ما رح تقدر تعمل له شيء يعني عمره 80 سنة، فحتى لو انه والله في عنده حدا بالبيت، هل هذا الشخص رح يقدر يهتم بهذا المريض ولا لا؟ اذا ما بيقدر يهتم فيه طيب كيف بدك تبعته على البيت؟ So you have to ask the patient these questions: eating, ambulating, cleaning, social support, basic daily activities. بعدين you have to communicate. بعد ما بتسأل المريض وبتاخذ منه كل المعلومات وبتقيم انت وضعه وبتعمل الاسسمنت، بتروح انت وتسأل ايش؟ بتروح وبتحكي مع السوشيال وركر او الكيس مانجر. السوشيال وركر والكيس مانجر تقريبا هن مثل بعض، بس الفرق بيناتهم انه الكيس مانجر هي درجه اعلى من السوشيال وركر. اذا بتشوفوا دائما بقول هي لانه صراحه ما بتشوفوا نادرا يعني almost ما في يعني انه والله السوشيال وركر او كيس مانجر بيكون ميل، دائما السوشيال وركر والكيس مانجر هن شغل يعني نسوان، هن بيحبوا هالشغله هي اللي هي موضوع السوشيال. فهنا شو بيعملوا السوشيال وركر عفوا الكيس مانجر شو بتعمل؟ الكيس مانجر بتروح بتشوف المريض وبتروح بتسأله هاي الأسئلة اللي أنت سألتها، وبتحكي له مثلاً إنه عن كيف إنه والله إذا بدنا نبعته على البيت، إذا بدنا نبعتك على البيت مين راح يساعدك، شو بدك equipment، شو بيلزمك مثلاً مساعدة، بيلزمك walker، بيلزمك cane، بيلزمك ambulance لحتى ناخدك على البيت، ولا كيف بدنا نوصلك للبيت بأفضل طريقة، أو مثلاً إذا بيلزمه rehab أو إذا بيلزمه home health اللي راح نحكي عنها هلا. فهي الكيس مانجر بتروح بتعمل الاسسمنت كلياتها وبترجع بتحكي مع مين؟ بتحكي مع السوشيال وركر وبتقول له للسوشيال وركر نحن اتفقنا انا والمريض انه راح نبعث المريض لنفرض على نيرسينج هوم. فالسوشيال وركر شو من مهمتها؟ من مهمتها انه كمان تحكي مع المريض بموضوع النيرسينج هوم، وكمان بتروح بتعمل ارينجمنت، هي شيز غانا ارينج فور ذات، انه هالبلان هي اللي بتروح بتطبقها، يعني شيز غانا ابلاي ذس بلان اند شيز غانا ميك ات ورك. فبتروح بتلاقي النيرسينج هوم المناسب لهذا المريض. والعلاقة دائما علاقة تداخلية بين الكيس مانجر والسوشيال وركر، يعني مو يعني ممكن المشفى كله بيكون كله سوشيال وركرز وممكن المشفى كله بيكون كيس مانجرز، فما في مشكلة يعني لأنه اثنيناتهم بيقدروا يشتغلوا نفس الشغل. هلا الآخر مرحلة هي الديسكاس. بعدين بعد ما سألت المريض وبعد ما you communicated with the social worker or case manager، هلا you need to discuss المريض وين لازم يروح. هل هذا المريض لازم يروح على البيت ولا هذا المريض لا لازم يروح على home health أو home health care، يعني اللي هو الرعاية الصحية المنزلية، أو بيلزمه مثلا home physical therapy أو لا بيلزمه rehab أو بيلزمه nursing home أو long-term acute care hospital اللي هو اسمه الالتاك، ولا بده hospice، ولا بده assisting living facility. طبعاً في أكثر من شغلة كمان، مو بس هدول هي الأماكن اللي ممكن يروح عليها المريض. المريض ممكن يروح له في كمان مكانين أو ثلاثة كمان، بس هدول ما نون كتير مستخدمين بالحياة العملية، فما راح أحكي عنهم، راح أحكي عن الشغلات بس اللي بتشوفوها بالحياة العملية وبيشوفوها بالحياة اليومية. طيب خلينا نبلش مع مريض، خلينا نبلش cases. بنحكي عن كيس. أول واحدة هي ميس ويليامز. ميس ويليامز she is a 52-year-old lady with uncontrolled diabetes and hypertension. She's being treated for right heel osteomyelitis with IV antibiotics. She had surgical debridement of the wound, but she still need to use her walker. She has a supportive husband who is willing to take care of her at home. On day number two, your attending asks you regarding discharge plans for this patient. Attending بيجي بيسألك بيقول لك هاي المريضة Miss Williams هاي شو هو الديسبوزيشن تبعها، وين راح نبعتها؟ المريضة أمورها تمام وعم تاخد IV antibiotics وراح تكمل على IV antibiotics. She's gonna need it for osteomyelitis for 6 weeks. هاي المريضة وين بدنا نبعتها؟ هلأ إذا بتشوفوا تحت عندكم بالقائمة في شيء اسمه polls
اوكي اللي هي polls اللي هي الاستفسارات. فانا راح انزل لكم هذا البول. لو سمحتوا بتجاوبوا شو رايكم، هل هاي المريضه لازم نبعتها على الهوم ولا لازم نبعتها على الهوم والهوم هيلث، ولا نبعتها على inpatient rehab، ولا بنبعتها على nursing home، ولا بنبعتها على hospice. بدي 100% voting. عندي 50 هلا، يا ريت اكثر. يلا 56. في ناس عم بتغير اجابتها. طيب بدي الكل يجاوب لو سمحتوا على السريع. لسه عندي في 2 أو 3 ما جاوبوا. اذا بتلاقوها تحت عند البول، البول اللي هو الاستفسارات او الاسئلة يعني، من تحت هي موجودة. ايوه طيب 78%. طيب خلينا نشوف. We're gonna close this. الاجابات كيف كانت؟ الاجابات كانت 43% قالوا بنبعث على البيت، 14% قالوا بنبعث على home with home health، او 43% قالوا بنبعث على inpatient rehab. هلا هي المريضه صراحه بتنبعث على انا ببعثها على home with home health. شو هو الهوم وذ هوم هيلث؟ الهوم وذ هوم هيلث هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن إنه بنبعث المريض على البيت، ولكن الهيلث كير اللي هي الرعاية الصحية بالبيت هي اللي بتحاول إنه تمنع المريض من إنه يرجع للمشفى بأقرب وقت ممكن، وكمان بتخفض التكاليف على المريض. يعني إذا بدي أبعث المريض على ريهاب، فهذا المريض إذا بعته على ريهاب راح يدفع كتير مصاري بالريهاب، ولازم يقعد له شيء 10 أيام 15 يوم ممكن بالريهاب، وممكن ما راح ممكن راح يدفع مصاري كتير، وهو يمكن ما بيلزمه هاي المريضة، لأنه هي أوريدي هي عم تمشي بالووكر، وهي أوريدي في عندها جوزة عم بيساعدها، وهي أوريدي ما بيلزمها إلا IV antibiotics. فالهوم والهوم هيلث كير شو هو؟ هو عبارة عن ممرضة بتيجي لعندنا المريض كل تقريبا شيء 3 أو 4 مرات بالاسبوع. بيجوا لعند المريض بيشيكوا عليه، بيشيكوا على الفايتال ساينز تبعه، وبيشيكوا على الميديكيشنز تبعه، وبيشيكوا على اكله وعلى شربه، وذي ميك شور انه عم ياكل وعم يشرب منيح، وذي ميك شور انه ذي ايدوكيت ذم. يعني مثلا هاي المريضه عندها انكنترول دايابيتس، فبيعطوها دايابيتس ايدوكيشن. وفي عندهم ووند كير. الووند كير شو بيعملوا الووند كير؟ هن اللي بينظفوا الجرح، وهن اللي بيغيروا الدريسنج كل يومين او كل 3 ايام، وكمان هن اللي راح يعطوا الاي في انتيبايوتكس، او انه بيعلموا المريضه وبيعلموا جوزها انه كيف هن بيعطوا لحالهم الاي في انتيبايوتكس. فهو الهدف من انك تبعث المريض على الهوم وذ هوم هيلث انك تمنع، هي تمنع انك تبعث المريض مشان نخفف من التكاليف على المريض، انه ما بنخليه بالمشفى، لانه اذا بدنا نخليه بالمشفى 6 أسابيع صراحه مصيبه، يعني تكاليف بلاوي. واذا بنبعته على ريهاب كمان المريضه ما بيلزم ريهاب، لانه هي اوريدي عم تمشي بوكر، واوريدي في عندها سبورت من الهازبند، وهي اوريدي عم تتحسن، يعني شي از امبروفينج، فما بيلزم تروح على الريهاب. ممكن نبعته على الهوم وذ هوم هيلث، ممكن نعمل لها هوم فيزيكال ثيرابي اللي هي كمان شغلة مهمة، انه ممكن نحن نعمل شيء اسمه هوم فيزيكال ثيرابي، انه هدول البي تي بيجوا 3 مرات بالاسبوع على المريض او المريضة وبيساعدوهم بالحركة تبعهم. فهي اول حالة اللي هي الهوم هيلث. الحالة الثانية مستر بروكس. مستر بروكس هي جنتلمان ان هيز 67-year-old male. He has a history of hypertension, diabetes, tobacco abuse. He's being treated for right MCA ischemic stroke on day number 3. The weakness in his left arm has improved, but he still complains of left leg weakness and unsteady gait. The case manager calls you and asks you if the patient will be safe to go home. Okay, Mr. Brooks. Okay. هلا في بول. Mr. Brooks. هات نشوف شو إجاباتكم. شو رأيكم؟ المريض نبعته على البيت، على home with home health, inpatient rehab, nursing home, LTAC. Okay. عندي 78%.
كمان كمان اوكي 89% ممتاز. يمكن انا بقى يصوت كمان ما بعرف اذا بحق لي. طيب let's close this. طيب عندي 75% قالوا هو inpatient rehab وهذا هو الجواب الصح. هذا المريض بيلزم يروح على rehab. شو هو rehab؟ rehab انتو تخيلوا هو عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن inpatient facility، يعني هو عبارة عن بناء فيه غرف نوم يعني مثل المشفى، وبنفس الوقت فيه مكانات للphysical therapy يعني مثل الجيم، ولكن انت قاعد بالجيم طول هالمدة الأسبوع أسبوعين ثلاثة أنت قاعد فيها. فشو بيعملوا هدول الفيزيكال ثيرابيست أو الترينرز؟ يعني يجوا بياخدوك مثلا من الصبح بيضلوا يمشوك، بيضلوا يعملوا لك رياضة، بيعملوا لك فيزيكال ثيرابي لحتى إيش؟ لحتى تتحسن المشكلة تبعك. وبالتالي هو عبارة عن إيش؟ الإمبيشنت ريهاب هو شورت تيرم، هي مدة قصيرة قد تكون أسبوع أسبوعين ثلاثة. أكثر من 3-4 أسابيع ما حدا بيضل بالريهاب. إذا المريض ضل 3 أسابيع أو 4 أسابيع وما تحسن and there is no improvement، معناته هذا المريض ما رح يتحسن على ريهاب. إذا بعد 3 أسابيع وما تحسن فما رح نخليه مدة أطول، بنبعته. وين بنبعته؟ يا بنبعته على البيت بأنه خلاص روح على البيت، أنت ما خرج نعمل لك ريهاب، بنعمل لك ريهاب as outpatient يعني شيء 3 مرات بالأسبوع وبس، بس ما بيلزمك الانتنسيف ريهاب. كمان شو بيعملوا بالريهاب؟ بيعملوا speech therapy، بيعملوا physical therapy. المريض بيساعدوه بكل أنواع الـ daily activities اللي هي الفعاليات الحياتية اليومية بيساعدوه فيها. المريض ممكن كمان إذا بيلزمه IV antibiotics بيعطوه الـ IV antibiotics. المريض إذا بيلزمه مساعدة لحتى يروح على الحمام أو مثلا يغسل حاله أو حدا، فهن بيهتموا فيه بمستوى عالي. ولكن لازم ننتبه انه هي inpatient rehab وهو short term ما هو long term. طيب شو هو الqualifications؟ اذا المريض عنده insurance فهذا المريض ممكن انت تقول للكيس مانجر والسوشيال وركر انه والله هذا المريض عنده insurance هذا ممكن يروح على rehab. بس اذا المريض ما عنده insurance ابدا فهذا ما تفكر ابدا انه ممكن تبعته على اي rehab الا اذا كان في charity، يعني انه حدا فيكون charity انه صدقة يعني انه بيتصدق عليه وبيقول له اوكي يلا بناخدك لمدة اسبوع او اسبوعين كصدقة. اما والله واحد ما عنده insurance مستحيل يروح على rehab. لازم يكون 3 night stay يعني لازم يقعد بالمشفى 3 ليالي لحتى يقدر يروح على الانبيشنت rehab. ولازم يكون في family support. شو يعني family support؟ مو لانه هن راح يقعدوا معه بالrehab، لا، بس لانه مشان يخلص من الrehab، مشان لما يروح على البيت بيكون حدا راح يهتم فيه بالبيت. فمين راح يهتم فيه بالبيت إذا ما كان في عنده family support؟ فبيحتاج له family support 3 night stay in the hospital ولازم يكون عنده insurance. في عندك كمان أنواع من الريهاب. في الريهاب العادي اللي هو مريض عنده stroke، اللي هو أغلب الأحيان مريض عنده stroke وبيلزمه ريهاب، رجله لسه ما تحسنت، إيده لسه ما تحسنت، أو عنده unsteady gait فبده ريهاب. في المرضى اللي عنده CHF exacerbation، هدول المرضى بيحتاجوا لcardiac rehab. مرضى اللي عندهم end stage COPD هدول كمان بيلزمون pulmonary rehab. هدول بيعلمون كيف بيتنفسوا، بيعلمون كيف بياخدوا inhalers، بيعملون intensive rehab pulmonary rehab. هاي شغلات كتير advanced يعني، في كتير عالم بيعملوها طبعا بالمراكز الكبيرة، مو بكل المراكز يعني، في مراكز كبيرة عندهم يعني. عفوا. Mr. Brown he is an 85 year old man who is being treated for worsening dementia, UTI, infection is resolving, but he still requires 24-hour supervision and skilled medical care for his dementia. He has been bedridden in the last year. His wife is not able to provide him with sufficient care at home, and she has been exhausted in the last few months. She asks you if he will qualify for short-term rehab. فأنت بدك تقول له انه احسن شيء ممكن نبعته لهذا المريض هو راح يكون لا، بنقول له لا لازم نبعته على البيت، لازم نبعته على هوم هوم هيلث، ايه انا بوافقك لازم نبعته على ريهاب، ولا لا لازم هذا نيرسينج هوم، ولا هذا بده هوسبيس. اوكي كمان شوي اجابات عندي 78% لسه في واحد او اثنين. اوكي طيب الإجابات.
88% قالوا انه بده يروح على نيرسينج هوم، وهذا هو الجواب الصح. هذا المريض بده نيرسينج هوم لانه للاسباب التاليه. النيرسينج هوم هو عباره عن ايش؟ لونج تيرم او شورت تيرم، يعني ممكن يكون هو شورت تيرم وممكن يكون هو لونج تيرم. الشورت تيرم تبعه لازم يكون على الاقل 20 يوم او 25 يوم لحتى الانشورنس يدفع. فالنيرسينج هوم لازم كمان الواحد يكون عنده انشورنس. اذا الواحد ما عنده انشورنس ف يعني تقريبا مستحيل انه يقدر يروح على نيرسينج هوم، فلازم يكون عندك انشورنس. ممكن يكون لونج تيرم. لونج تيرم يعني المريض خلاص راح على هذا النيرسينج هوم وبيقعد طول حياته بهالنيرسينج هوم، بس طبعا شو بده يبيع اللي فوقه واللي تحته، لازم يطلع، لازم يصير بانكربتد، يعني لازم يفلس مشان الحكومه هي اللي بتدفع له بقيه حياته على النيرسينج هوم. في شورت تيرم، شورت تيرم اللي هو المريض لحتى شوي يتحسن شهر شهرين مثلا وبعدين ممكن يرجع على البيت. شو هي النيرسينج هوم او السكيلد نيرسينج فاسيليتي؟ اثنيناتهم تقريبا بيشبهوا بعض، نفس الشيء ما في فرق كبير. هو عباره عن كومبريهنسيف رينج اوف ميديكال بيرسونال سوشيال سيرفيسز is the best choice for people who requires 24-hour medical care and supervision. لما يكون المريض بيحتاج لأعلى مستوى من الرعاية الطبية، فهذا المريض بيحتاج لنيرسينج هوم. أعلى مستوى من العناية، يعني المريض راح يعطوه بتخت وراح هن اللي نطفوه وهن اللي بيطعموه وهن اللي بيعطوه الميديكيشنز تبعه وهن اللي بيحمموه وكمان بيعملوا له ريهاب. في بعض النيرسينج هوم بيعملوا شوية ريهاب. كمان هدول هن بيقدموا 24-hour emergency coverage، يعني في حال المريض حالته تحس مثلا صارت أسوأ، مثلا المريض صار معه مثلا shortness of breath وصار أسوأ، فممكن يبعثوه بيعملوا له chest x-ray، ممكن يروحوا يعملوا له labs. إذا المريض مثلا بده IV antibiotics بيعطوه إياها، بيلزموا مثلا فرضا المريض صار معه UTI وبيلزموا antibiotics، إيه بنعطيه antibiotics. كل nursing home فيه دكتور يعني physician. الريهاب ممكن يكون فيها فيزيشن ممكن لا، بس النيرسينج هوم لازم يكون فيها فيزيشن. طبعا مو موجود 24 hours، بس في موجود واحد يداوم الصبح اكيد. اذا المريض بيحتاج لاي شغله بتصير معه لازم هذا الدكتور يشوفه. اذا ما عم بيصير معه اي مشاكل فالدكتور بيشوفه مره بالشهر، مو ضروري يعني، فبيصير يعني كانه هو عايش ببيت، هذا نيرسينج هوم. بنفس الوقت بيعملوا له social activities، بيتعرف على ناس وبيتعرف على بيصير بيعلموه على يعني أغلب الأحيان بيصيروا بيلعبوا مثلا cards، يعني بيلعبوا شدة، بيلعبوا مثلا ألعاب مثلا بالnursing home إنه بيسلون هدول الكبار بالعمر مشان ما يضلوا. أحيانا بيعملوا له movies، بيعملوا له شغلات هيك activities حلوة. فهذا كله nursing home. هذا لو واحد بده 24 hour supervision. الحالة اللي بعدها Mrs. Knight, she was admitted for severe complicated pancreatitis. She developed respiratory failure, required tracheostomy and pig tube insertion. Also, she had acute kidney injury, required hemodialysis. Pulmonary service is trying to wean her off the vent. يعني عم بيحاول يشيلوها من الفنت, but they were not successful. She is receiving IV antibiotics as well for bilateral healthcare associated pneumonia. This is her day 35 in the ICU and she has been stable in the last 4-5 days with no new complaints. بيجي الاتندنج تبعك بيقول لك شو هي النكست ستيب لمسز نايت. فشو بنعمل؟ نبعت على البيت؟ نبعت على هوم وذ هوم هيلث؟ نبعت على ريهاب؟ نيرسينج هوم ولا التاك؟ LTAC طبعا هو Long Term Acute Care Hospital. اوكي كمان واحد. شوف واحد دائما بيتأخر. يلا. واحد كمان. طيب بنسكر. طبعا الجواب هو عندنا 71% قالوا LTAC وهذا هو الجواب الصح. It's LTAC. شو هو LTAC؟ LTAC هو عبارة عن Long Term Acute Care Hospital. شو يعني؟ هلا المشافي اللي انتوا راح تشتغلوا فيها شو اسمه؟ اسمه ACH، اسمه Acute Care Hospital. طيب اذا المريض لساته بيحتاج لانه يكون بالمشفى ولكن
ما ضل في عنده أي new active issues. يعني المشاكل اللي عنده صارت شغلات شغلات بدها مدة طويلة. هو عبارة الـ LTAC هو عبارة عن Certified as Acute Care Hospital. هو مثل الـ Acute Care Hospital. بس أنت بدك تخفف التكاليف على المريض. ما بتخليه بالمشفى وبالآي سي يو، لأنه الآي سي يو صراحة في كتير عالم بيلزمون الآي سي يو، في كتير عالم بيلزمون هدول الفنت، في كتير عالم مثلا شباب بيلزمون إنه يكونوا بالآي سي يو لسبب حادث أو بسبب آخر. فأنت ليش لحتى تحجز هذا المكان وتمنع الآخرين إنه يدخلوا على الآي سي يو اللي بيحتاجوه لمدة مثلا 4-5 أيام وبيروحوا على بعدين على البيت، مقابل هذا الشخص اللي قاعد 30 و40 يوم و50 يوم؟ فأي واحد بتحس انه راح يطول ويقعد بالاي سي يو مده طويله، يعني حوالي 15-20-25 يوم، فلازم تفكر انه هذا ممكن نبعته على هي الالتاك. شو هو الالتاك؟ الالتاك هو عباره عن هوسبيتال، هو عباره عن مشفى، بس هذا المشفى بياخذ بس المرضى اللي صار لهم مده طويله قاعدين، اللي فوق ال 20 و25 يوم. يعني ما بياخذ مريض ولا جاي من الاسعاف عنده مثلا سي اتش اف اكسسربيشن، هذا ما بيروح على الالتاك. الالتاك هن بس بياخذوا مرضى من المشفى ومن الاي سي يو حصرا، او احيانا بياخذوا من الفلور الميديكال فلور بحالات قليله، ولكن اغلب الاحيان بيجوا من الاي سي يو. فهذا الالتاك فيه دكاتره، فيه هوسبيتالست وفيه انتنسيفست وفيه pulmonary وفيه cardiology وفيه infectious disease، فيه كل specialties. وإذا المريض صارت معه مشكلة جديدة هن بيعالجوا له إياها وهن اللي بيهتموا فيها. Patients who may have more than one serious condition but who may improve with time and care and return home. يعني هذا المريض بس بيحتاج له مثلا شغلة 10 أيام 20 يوم، بيلزمه مثلا شغلة شهر أو شهرين زيادة. أغلب المرضى اللي بتشوفون اللي راح يكونوا بالإلتاك هن مرضى بيقعدون شهرين 3-4، بعدين they can take him off the vent، ممكن نشيل الفنت عنهم وممكن بعدين يتحسنوا خلال هالفترة هاي وبعدين نبعتهم على البيت. فشو هي السيرفيسز اللي بيقدموها؟ They provide comprehensive rehab، بيعملوا respiratory therapy لمرضى اللي عندهم head trauma treatment and pain management. المريض اللي مثلا بيكون على vent وبيكون عنده tracheostomy وعم نحاول نشيله من الفنت، مثل هاي الحالة اللي هلأ حكينا عنها، هاي المريضة بتحتاج لإلتاك، صار لمدة طويلة بالآي سي يو، عم تحجز مكان، بنفس الوقت ما في عندها أي new complaint، هي عندها صح نيومونيا، بس هاي مو مشكلة، ممكن يعالجوا لها إياها بالإلتاك، بيكملوا لها على الـ IV antibiotics، في بلان، وفي دكاترة راح يشوفوها، وبالتالي هي لازم تكمل بالإلتاك. آخر حالة كمان، مستر غونزاليس. مستر غونزاليس he's an 83-year-old man. He's a heavy smoker, presented to the hospital with shortness of breath, hemoptysis. He was diagnosed with metastatic squamous cell carcinoma of the lung. He refused further testing or treatment, and he would like to go home. What is the best option for Mr. Gonzalez regarding discharge planning? Hi, Mr. Gonzalez. شو رأيكم؟ بعت على home, home with home health, inpatient rehab, nursing home, hospice. Okay, 67%. في كمان واحد اثنين ما جاوبوا. طيب بنسكر. مستر غونزاليس هذا المريض لازم نبعته على الهوسبيس كير. الهوسبيس كير او الاند اوف لايف كير. شو يعني هوسبيس كير؟ هو عبارة عن ايش؟ المرضى اللي عندهم تيرمينال ديزيز او تيرمينال إلنس، هذا هو التعريف. المريض اللي عنده تيرمينال ديزيز او تيرمينال إلنس is the person who qualifies for hospice. والهوسبيس في منه نوعين، يا اما بتبعته على البيت home with hospice، او بتبعته ل inpatient hospice. في بعض المشافي عندهم يونت خاصه، قسم خاص اسمه hospice اللي هو بيكون بالمشفى hospice. وفي ناس
بيقولوا انه لا بدنا نروح على البيت، فبيكونوا هوم وذ هوم هوسبيس. طبعا كله بيعود للايش، للمريض وللفاملي، فبدك تسال المريض وبتسال الفاملي انت شو رايك، بدك تروح على البيت يعني هيك يعني صراحة، do you want to die at home or you want to die in the hospital؟ هذا يعني this is the basic question. طبعا ما بتسأله هيك يعني you should not be blunt، بس انه بتقول له انه المريض انه انت والله باقي لك اسبوعين ثلاثة بحياتك، you want to stay home or you want to stay here in the unit، اذا عندكم into unit. اذا المريض بيقول لك والله بدي روح على البيت، بيقول له اوكي خلاص الهوسبيس they will take care of you at home. فشو بيعملوا؟ بيعطوه تخت، بيعطوه يعني تخت مثل تخت المشفى، بيعطوه كل الأدوية اللي بتلزمه بالبيت، بيعطوه كل السبورت، في كمان حتى نيرسز وفي دكاترة بيجوا بيشوفوه بالبيت، they make sure انه he stays home مشان ما يرجع مرة تانية على المشفى. فهذا المريض بيروح مثلا home with home hospice. في ناس لا بيكون باقي لهم والله يعني within a week they will die، وبيقول لك انا والله ما بدي اتعب عائلتي وما بدي يعني هاي، فبدي ضل ايش، بدي ضل بالمشفى أو بدي ضل بهاي اليونت. فبتبعته أنت على inpatient hospice. inpatient hospice يعني هاي اليونت الخاصة، بتعطيه medications، بتعطيه مثلا مورفين ليزكس، بتعطيه أدوية بحيث أنه he's gonna die peacefully، بحيث أنه بتقدم له بيكون comfortable، بيكون مرتاح لما بيموت، ما بيكون مثلا عم بيعاني، should not suffer physically. طبعا نحن ما بنعرف روحيا if he will suffer spiritually or not، بس يعني بنحس نعرف انه physically انه ما بيبين انه he doesn't look انه not comfortable. فهي looks انه لازم يكون we need to make sure انه he's comfortable. فشو هي services to relieve pain and control symptoms؟ يعني اذا المريض لنفرض وهو على الهوسبيس صار معه UTI، شو يعني ما بنعالجه؟ لا، بنعطيه antibiotics لل UTI. المريض لنفرض وعنده صار معه simple pneumonia او صار معه cough او صار كذا، بنعطيه يعني ادويه مشان الكوف، ادويه مشان يعني ممكن نعالج السيمبتومز الخفيفه. بس لنفرض مريض على هوسبيس مثل هذا ميتاستاتيك لون كانسر وصار معه هارت اتاك، يعني شو بدك تعمله؟ تبعته على المشفى مشان تعمل له هارت كاث وتعمله؟ اكيد لا. فهذا المريض يعني بنخليه بالهوسبيس وما بنعمل له اي شغله اجريسيف. To provide emotional, social and spiritual support to help patients maintain the highest possible quality of life. يعني بتحاول تساعدهم يحصلوا على quality of life. يعني مثلا المريض ما عم يقدر يبلع بسبب ستروك او بسبب والله وصل لمرحلة ما بيقدر يبلع، فممكن انت تحط له pig tube. pig tube اللي هو عبارة عن تيوب بتحطه بالستومك مباشرة وبتبعته على البيت وبيأكل عن طريق pig tube، إنه ما بيقدر هو يأكل مثلا من تمه يعني. To provide caring environment which respects the dignity of the patient. وهي شغلة كتير مهمة، لازم أنت دائما you have to respect the dignity of the patient. To support patients, families and other caregivers before and after bereavement. لأنه المريض راح يموت وهذا المريض بس يموت بده مساعدة، بده أهله بده مساعدة قبل وبدهم بعد، فمين اللي راح يساعدهم بهالموضوع؟ هن الهوسبيس كير، هن اللي they will take care of that. طيب الassisted living facility هي عبارة عن آخر option. هو عبارة عن إيش؟ هو assisted living facility هو عبارة عن إيش؟ مريض مثلاً بالبيت ما عنده support، ما عنده حدا، ما ضل عنده حدا أبداً، أهله كلهم راحوا سافروا ماتوا، عمره مثلاً 80-90 سنة وقاعد بالبيت لحاله. هذا المريض عنده مصاري، عنده insurance، فبيقول لك ليش أنا لحتى أقعد بالبيت لحالي؟ خليني روح اتسلى، بروح بقعد مثلا بassisting living facility اللي هو مثل المجمع السكني. هذا المجمع السكني بقعد فيه، بتعرف على ناس كبار بالعمر مثلي، كمان عمره 80-90 سنة، بننبسط مع بعض، بنحكي مع بعض. هو ما هو nursing home، يعني هو هذا المريض هو independent، هو مستقل لحاله، بيقدر يأكل لحاله، بيقدر يشرب لحاله، بيقدر يأخذ medications لحاله، هو بيقدر حتى يطبخ لحاله. فالassisting living facility مثل مجمع سكني لهدول المرضى الكبار بالعمر. هلأ الassisted living facility هن بيقولوله انه والله اذا بيلزمك مساعدة بالmedications بيساعدك، اذا بيلزمك مساعدة مثلا بشغلة معينة بيساعدك، مو انه والله ما راح يساعدوه ابدا، لا بيساعدوه اذا بيلزمه مساعدة، بس لازم يدفع انه كل ما اذا بده meals، اذا بده الاكلات تبعه بده يدفع عليها، إذا بده مثلا transportation بده يدفع عليها، إذا بدك medication management يعني كل service بده يدفع عليها أكتر وأكتر. إذا هو يعني independent وما بيلزمه كل هدول الشغلات، هو بيطبخ وبيروح بيعمل shopping وهو بيعمل كذا، فما بيدفع إلا حق الغرفة، بس اسمه إنه يقعد ببيت صغير، إنه يكون one bedroom، بيكون هو مثلا عنده بيت 5-6 bedroom كبير،
كبير كتير عليه وما بيقدر يضل فيه. فشو بيقول؟ بيقول أنا والله راح على المشفى صار عنده مشكلة، فبيقول والله بتعرف أنا ما عاد بدي ضل ما بدي أرجع على البيت، بدي أروح على assisted living facility، أنا بقدر أهتم بحالي بس بدي أروح عليها. فهي طبعا it's out of pocket, he's gonna pay for it. يعني ممكن إنه بيساعدوه بالbathing بالdressing إذا بيلزمه مساعدة، بس على الأغلب إن هدول جماعة independent. طيب هلأ نجي على بعد ما حكينا كل هالمواضيع، بعد ما حكينا كل هالمواضيع لازم نعرف دائما إنه كل مريض بعد بس بده يروح على المكان يعني on the discharge will have specific specific requirements كمان specific help. ما في بتقول والله كل المرضى اللي عنده stroke لازم يروح على rehab، كل المرضى لا هذا غلط، مو كل المرضى اللي عنده dementia لازم nursing home، لا بس لازم انت you have to ask the patient, you have to communicate with the social worker and then you have to discuss with the attending and your team about the discharge plan. فهيك انت بتعمل safe discharge لحتى تطلع ببلان. وطبعا لازم المريض يكون موافق، مو انه بتقول له والله المريض بدي ابعتك على nursing home بيقول لك انا ما بدي اروح على البيت، ما بتقدر والله تجبره يعني you can't force him، بتقول له لا غصبا عنك لازم تروح لا ما بصير تقول له غصبا عنك، فبتقول له اوكي بدك تروح على البيت بس راح تروح على مسؤوليتك it's gonna be your responsibility that you're gonna go home but you need to make sure انه والله it's a safe discharge. هلا في 3 cases قبلها في عنا هذا الجدول، هذا الجدول اللي حضروا عنا الويبينار الأسبوع الماضي عندهم إياه بآخر صفحة أعطيتكم إياه. الهوم هيلث، الهوم هيلث لمريض بيلزمه IV antibiotics, wound care, minimal physical therapy, occupational therapy. شو يعني occupational therapy؟ اللي المرضى اللي بيلزمهم لإيديهم يعني للهاندز عندهم مثلا stroke أو عندهم مثلا weakness أو numbness فبيزمون occupational therapy هذا بيسموه للهاندز. يعني speech therapy للمرضى اللي ما بيقدروا يبلعوا، المرضى اللي ما بيقدروا يحكوا منيح بسبب stroke أو بسبب dementia أو بسبب Parkinson. checking vital signs and medications. rehab هو short term، هو المرضى اللي عندهم stroke, cardiac, pulmonary, CHF, COPD, family support with 3-night stay ولازم يكون المرض عنده insurance. النيرسينج هوم قد يكون شورت تيرم قد يكون لونج تيرم. اغلب الاحيان يكون المريض عنده ديمنشيا، سيفير ديمنشيا، سيفير ستروك، نو فاميلي سبورت. لما يكون المريض ما عنده فاميلي سبورت وما عنده كل هدول الشغلات بس طبعا لازم يكون عنده انشورنس فممكن نبعته للنيرسينج هوم. التاك هن المرضى اللي كرونيك ريسبيراتوري فيلير اون ذا فنت لونج بيريود اوف ريكفري يعني بيحتاجوا ل 20 30 يوم ممكن شهرين ثلاثه. هوسبيس هو تيرمينال إلنس. بنبلش هلا عنا 3 cases راح نحلهم على السريع ونشوف شو ارائكم لنشوف اذا بتقدروا تحلوهم ولا لا بعد هالمحاضره. Miss Griffin, she's a frail 90 year old lady who lives by herself. Frail يعني كتير يعني fragile يعني انه اذا يعني كتير هي ضعيفه. She's very weak. Who lives by herself prior to this admission. She's being treated for intracranial bleeding. The weakness in her limbs did not improve in the last 4 days. Currently, she is bedridden. She underwent pig tube placement for her severe dysphagia as well. All her children live in different states. What's the best option for placement? هات لنشوف أعطيكم الخيارات. Miss Griffin. Okay. تفضل. كمان واحد أو اثنين. طيب ماشي حدا. أوكي. الجواب. هاي المريضة خلينا نناقشها شوي. طبعا 57% من الناس قالوا هي nursing home، 29% قالوا inpatient rehab، و 14% قالوا hospice. طبعا الجواب الصح هو nursing home. المريضة هاي she doesn't qualify for inpatient rehab. ليش ما راح تقدر تروح على rehab؟ لأنه هي she is not improving. She did not improve in the last 4 days. Most likely she will not improve. She's gonna need a long term rehab. ونحن قلنا إنه rehab it's only a short term.
she's going to require a long-term rehab. شغلة تانية هو الفاميلي سبورت. لما المريض يكون ما عنده فاميلي سبورت ما بتقدر تبعته على الانبيشنت ريهاب، لأنه أنت بتبعته على الانبيشنت ريهاب وبعدين بده يروح على البيت. إذا ما عنده فاميلي سبورت مين بده يهتم فيه بعدين؟ معناته هاي المريضة ما رح تقدر تروح على البيت بعدين بعد الانبيشنت ريهاب، وبالتالي كمان الانبيشنت ريهاب هو غلط. هوسبيس، هوسبيس هو للمرضى اللي عندهم تيرمينال ديزيز. She doesn't have a terminal. She's still alive. She still have a pig tube. She's still breathing fine. And she doesn't have dementia. No, she can't take care of herself if she's able to ambulate. فهو المشكلة اللي عندها هي إنه هي صارت bedridden. هي قاعدة على البيج تيوب، عم تاكل عن طريق البيج تيوب. بدها nursing home، بدها 24-hour supervision أكيد. ما بتقدر تتحرك لحالها، ما بتقدر تعتني بحالها، فبدها حدا يهتم فيها، فبدها هي nursing home. المريض اللي بعده Mrs. Young. Mrs. Young, she's 75-year-old lady who is being treated for sepsis, bacteremia, UTI. This is day number 5 of hospitalization, and she showed significant improvement in ambulation, eating, recovery. Urine culture showed E. coli resistant to all PO antibiotics. What's the best discharge plan for this patient? هات لنشوف Mrs. Young. شو رأيكم؟ وين لازم نبعتها؟ Home, home with home health, inpatient rehab, nursing home, LTAC. تمام. طيب راح نسكر، اعطوني الجواب قبل ما اسكر. ما عندي الا 44%. كمان جواب. طيب اوكي كلوز. سو مسز يونغ، الاجوبه كانت 63% هي هوم وذ هوم هيلث وهو الجواب الصحيح. في عند 13% قالوا inpatient rehab و nursing home و LTAC. طبعا هاي المريضة مستحيل نبعتها على الهوم لحاله هيك، لأنه هي راح تحتاج على IV antibiotics. راح تحتاج لل IV antibiotics at least هي خلصت 5 أيام، فهي بتحتاج a total of 10 days، عفوا a total of 14 days لأنه صار عندها bacteremia، فهي بتحتاج ل 14 يوم، يعني باقي لها 9 أيام. هي المريضة عم بيقول لك إنه هي she's able to ambulate, she's able to eat, she's able يعني she's recovering، فما بيلزم ريهاب، ما بيلزم إنه يعني مساعدة بهدول الأمور، فما رح يفيد شيء ريهاب. النيرسينج هوم كمان إنه المريضة يعني she's able to take care of herself، صحيح she's 75 بس هي she's able to take care of herself، وما عم بيقول لك إنه والله هي يعني بيلزم long term أو short term nursing home مع ريهاب، فهي ما بيلزم هذا الموضوع. الالتاك هن للمرضى اللي رح يقعدوا مدة طويلة 20 و 30 يوم، المريضة عندها بكتيريميا بسبب UTI فبتحتاج ل 14 يوم antibiotics وبس، فهي عملت 5 أيام بيلزمها 9 أيام بس. فأنت شو بتعمل؟ بتعطيها IV antibiotics at home اللي هو رح يكون home with home health. ممكن إذا بيلزم ممكن أعملها home physical therapy. الحالة الأخيرة هو Mr. Gomez. Mr. Gomez, he's a 75-year-old gentleman who suffers from end-stage CHF with ejection fraction of 10% and other comorbidities, diabetes, dyslipidemia, COPD, chronic kidney disease. This is his fourth hospitalization in the last 2 months for recurrent CHF exacerbation. The patient is not a candidate for any surgical intervention and he still complains of chronic chest pain, fatigue, and loss of appetite. What's the next step in his treatment? وهذا مستر جوميز. نبعته على البيت، نبعته على البيت with home health، على rehab، على nursing home، ولا hospice. اوكي الاجابات عندي 50% قالوا hospice، 38% قالوا nursing home، و 13% قالوا rehab. طبعا هذا المريض اول شغله الدياجنوستس تبعه هو terminal illness. هي ببساطه this is a terminal illness. هلا لو كان المريض بيقول لك انه والله he is a candidate for surgical intervention، يعني ممكن نعمل له جراحه، ممكن نعمل له heart transplant، او ممكن نعمل له heart and lung transplant،
فبقول لك ايه ممكن هذا المريض والله ببعته على نيرسينج هوم او ببعته على ريهاب كاردياك ريهاب بيتحسن شوي بعدين بنعمل له جراحه. بس هذا المريض هي ذا تيرمينال ديزيز وذ اذر كوموربيديتيز. هذا المريض عم يدخل على المشفى صار له 4 مرات عم يدخل على المشفى خلال اخر شهرين، هذا على الاغلب راح يموت within 6 months. حدا عنده ejection fraction of 10% هذا راح يموت خلال 4 شهور 6 شهور اكيد، يعني هذا ما راح يعيش اكثر من 4 ل 6 شهور. فهذا مريض تبعته على ريهاب اول ما بيحطوه على التريدميل اول ما بيبشوا مع فيزيكال ثيرابي راح يموت فورا، ما راح يقعد اكثر من 5 دقائق بالريهاب فورا بيموت وبنعمل له death summary والله يرحمه. نيرسينج هوم هذا اذا بتبعته على نيرسينج هوم طبعا ما راح يتحسن، ما راح يكون يعني هذا راح يرجع على المشفى مباشره خلال اسبوع اسبوعين ما راح نستفيد شيء. فافضل خيار هو لهذا المريض انك تعمل له palliative care consult. palliative care consult يعني مثل hospice care consult. فبتجيب هدول العالم بتخليهم يحكوا مع المريض بيقولوا له انه والله انت شوف حالتك terminal disease وانت يعني راح تموت خلال 4-5 شهور ممكن 6 شهور ماكسيموم، فانت حالتك احسن شيء نعملك hospice care. وبنسأل المريض انت بدك تروح على البيت ولا بدك تروح على inpatient hospice. على الاغلب هذا بيروح على البيت home with home hospice. طبعا هي انا محاضرتي كاملة. هذا المكان طبعا بهاواي ان ماوي على بالي تريل. شكرا كثير لحضوركم، وانا هيك بكون خلصت المحاضره تبعي، اخذنا 50 مينت. اذا عندكم اي كويستشنز انا بستقبل الكويستشنز، اذا بتبعتوا لي هلا بتكتبوا لي الكويستشنز تبعكم على مكان الكويستشنز وهلا ان شاء الله بجاوب عليهم خلال 10 دقائق ربع ساعه القادمه. اذا بتشوفوه عندكم بالبانل في عندكم كويستشنز. اللي بده يسألني على my personal email this is my personal email ممكن تبعتولي أسئلة عليه كمان إن شاء الله بنجاوب عليها. طيب خلينا نبلش بأول سؤال. Where can we get the lecture of last week? I missed it. صراحة ما الأسبوع الماضي ما تخزنت أبدا. We didn't record it at all للأسبوع الماضي. فإن شاء الله يعني ما بعرف، انا اسف يعني انه ما حضرته، بس اللي حضروا ان شاء الله يكونوا استفادوا، بس هي مره بالسنه يعني. Does insurance covers home with home health and LTAC? Yes it does. لانه اذا المريض ما عنده insurance على فكره حتى الهوم هيلث الهوم هيلث لازم يكون عنده الواحد insurance. اذا الواحد ما عنده insurance فما بيقدر حتى ياخذ هوم هيلث. LTAC يا الانشورنس بيساعد طبعا، اذا في انشورنس كتير بيساعد بيخلي المريض qualifies for the LTAC. بس اذا ما عنده الواحد انشورنس ممكن الLTAC ياخدون فقط اذا يعني بدهم يعملوها كتشاريتي يعني صدقة. اما اذا ما في انشورنس فصعب كتير انه حتى يروح على الLTAC. Can you elaborate further on PT versus OT? Should I request them together always? دائما اي مريض عنده ستروك اول ما بيجي المريض عنده ستروك انا دائما بطلب له طبعا 3 شغلات هن مهمه بمريض الستروك، هي البلع السوالوينج والفانكشن تبع الابر اكستريميتيز يعني الهاندز والفانكشن تبع اللور اكستريميتيز الليجز. فانت بتشوف المريض، اذا المريض عنده سلرد سبيتش عنده مشاكل بالنطق عنده مشاكل بالبلع فهذا اكيد بده سبيتش ثيرابي. تيجي بعدين على الايدين، هذا المريض عنده مشاكل بايديه ما بيقدر يحركهم نامبنس ويكنس كذا تطلب له اوكيوبيشنال ثيرابي. المريض عنده مشاكل برجليه مشاكل ما بيقدر يتحرك مشاكل كذا فبتطلب له فيزيكال ثيرابي. البي تي والاو تي ممكن تطلبهم اثنيناتهم مع بعض ما في مشكله ابدا. There is no problem انه تطلب الاثنين مع بعض، وهن يعني بيشوفوا بيقيموا المريض، اذا المريض بيحتاج لاوكيوبيشنال ثيرابي بيكملوا معه، اذا ما بيحتاج لاوكيوبيشنال ثيرابي بيقولوا لك والله خلاص وي ساين اوف ما بيلزموا المريض. بس انه اتس اولويز جود تو بي اون ذا سيف سايد جيت ذا بي تي اند او تي فور اول ستروك بيشنتس. والسبيتش ثيرابي بتطلبها لكل مريض عنده سلرد سبيتش او عنده بروبلمز سوالوينج. في اسئله كمان تانية باقي 6 minutes ممكن ناخذ فيها اسئله. اوكي are these facilities available in all around the states? Nursing home yes available, rehab it should be available, LTAC كمان it should be available. بس
مو ضروري يعني ما بيكون في منه كتير يعني الالتاك مو كتير عالم بيكونوا بالالتاك يعني عفوا ما في مو كتير عالم بيقدوا عندهم التاك بنفس المشفى او بنفس المدينه فهي كمان مشكله انه ممكن ما بتقدر تبعت المريض على التاك بكل الاماكن طبعا بالمدن الكبيره ومكان الريزيدنسي بروجرامز دائما راح يكون في هيك اماكن التاك او راح يكون دائما في ريهاب دائما راح يكون في نورسينج هوم هي موجوده بكل مكان اللي ما هو موجود بكل مكان وانا استغربته هو الان بيشنت هوسبيس الان بيشنت هوسبيس هون مثلا انا بمكاني بالاباما ما في عندهم بالمدينه ان بيشنت هوسبيس اذا ببعث المريض ببعثه على نيرسينج هوم والنيرسينج هوم بيتعاملوا معه كهوسبيس بس ما في هيك ديزاينيتد ان بيشنت هوسبيس يونت بيهتموا بالمريض اغلب الفاسيلتيز الثانيه موجوده Can I send a potential drug abuser home with IV antibiotic? Of course not. You cannot. هذا المريض طبعا احنا ما حكينا عن هذا الموضوع بس كلامك صحيح. مريض IV drug abuser هذا صراحة ما بتقدر تبعته على البيت. You have to treat him in the hospital. هذا المريض بيكون عنده endocarditis على الأغلب فبتقعده عندك بالمشفى 8 أسابيع بدك تتحمله وتتحمل غلاظته. 8 أسابيع وفي أحيانا والله بيروحوا they leave against medical advice بس لما when they wanna leave against medical advice بعد أسبوعين ثلاثة بيقول لك والله أنا تحسنت خلاص بدي أروح على البيت ليش طبعا he wanna shoot drugs فلما بدك تبعته على البيت you have to be careful لازم تقلون للممرضات وتقلون لكل العالم إنه يا جماعة هذا he cannot leave with an IV in his arm يعني they should remove the IV access from his arm before he leaves against medical advice. ما بيصير يخلوه بس والله بيمشي وبيروح والله بيطلع من المشفى وهو عنده الـ IV access. لأنه هذا إذا بيروح والله بيحقن حاله بأي شيء وبيموت حاله. أي أسئلة تانية؟ إذا بدكم أنا هاي المحاضرة هلأ بعطيكم إياها. Discharge plans. راح أبعت هون في عندكم بالـ hands out. أنا بقدر حطيت لكم اياها يمكن استلمتوها يمكن موجوده بالهاندز اوت بالبانل في شيء اسمه هاندز اوت فحطيت لكم اياها هي نفس المحاضره اذا شفتوها يعني يو كان داونلودد وتستخدموه اهم شيء يعني هو التيبل الاخير اللي انا اعطيتكم اياه هذا كثير بيساعد وشان ديسشارج بلاننج طيب إذا في أي أسئلة تانية ممكن نضل دقيقتين كمان إذا حد عنده أي سؤال ممكن يسألني أو يبعث على الإيميل أو فيسبوك طبعا بدي أشكركم كتير شكرا كتير لحضوركم وبتمنى يكون إن شاء الله يعني ريزيدنسي موفق إن شاء الله وإن شاء الله يكون عندكم إن شاء الله تحضير يكون ممتاز كتير للريزيدنسي وإن شاء الله تقضوا هاي ريزيدنسي على خير وسلامة وبنشوفكم إن شاء الله بالفيلوشيب وبنشوفكم بأماكن أحسن إن شاء الله بالمستقبل الله يعطيكم العافية وجزاكم الله كل خير طبعا نقطة أخيرة إذا بدكم يعني حتى نضل على تواصل عن طريق السامز صفحة السامز اللي هي موجودة تبع الإيجوكيشن كوميتي موجودة هي طبعا على على الفيسبوك ممكن من خلاله دائما على تواصل اذا بيلزمكم اي سؤال او اي suggestions اذا ببالكم مثلا ويبينار او workshop ببالكم خصوصا للانترنز انتم بكره بس تبلشوا اذا بيخطر ببالكم انه بيلزمكم ويبينارز بعد شهر شهرين ثلاثه عن موضوع معين ممكن نعمله شغله بتحسوا حالكم ضعيفين فيها ممكن نحكي عنها ان شاء الله طيب ما في كمان اسئله ثانيه شكرا كثير لكم وبنكون هيك خلصنا المحاضرة تبعنا إن شاء الله هي المحاضرة تسجلت وإن شاء الله راح تنزل على اليوتيوب خلال اليومين القادمة إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم ويعطيكم العافية السلام عليكم